الصين أحفل دول العالم سكاناً، نهشها الاستعمار الأوروبي من أطرافها، وفرض عليها البريطانيون أن تستورد الأفيون بعد حربين كبيرتين. أيها الصينيون، يجب أن تدخنوا الأفيون غصباً لأننا نتاجر به. قبل 100 سنة بالضبط، ومع ثورة البوكسر، رثى أحمد شوقي لحال الصينيين، يستخف شاعرنا بمساكنهم وبلغتهم وبعلومهم المندثرة كما يقول: لمن المساكن كالمقابر، يأوي لها حي كغابر، ولغاته لا للمنابر قد خلقن ولا المحابر، وعلومه درست وعفاها من الأزمان دائر. ولكن الصين نهضت في ثورة عارمة أعقبتها حرب أهلية، ذلك عام 49، إذ انتصر الحزب الشيوعي. فيما يلي لمحة عن تاريخ الصين الحديث في تقرير حكيمة هريمش. نجحت الثورة الشيوعية في الصين بزعامة ماو تسي تونغ عام 1949، وانهزم الوطنيون بزعامة جون كاي تشيك إلى جزيرة فورموزا قبالة الساحل الصيني، وأقاموا دولة هناك هي تايوان، والصين تطالب بها حتى اليوم. كان حكم ماو تسي تونغ الطويل صورة مجسمة للاستبداد والاستهانة بالحياة. مات الملايين في مجاعات وإعدامات. وبعد وفاته عام 1976، بدأت الصين تتحرر من عبادة الفرد، ولكن الحزب الشيوعي ظل الحزب الوحيد. ومنذ عام 78 أصبح الاقتصاد الصيني أسرع اقتصاد في العالم نمواً، وبأفكار دينغ جيان بينغ الذي تعرض لاضطهاد وإقصاء لسنوات كثيرة. نهضت الصين نهضة ما تزال تدهش العالم. استعادت الصين من بريطانيا جزيرة هونغ كونغ عام 1997، ومنطقة مكاو من البرتغال بعدها بعامين، وصعدت في الصناعة والعلم. ويبدو أن علوم الصين القديمة كانت كامنة في قلب الصين ثم استيقظت. في الصين 21 مليون مسلم من شعب الإيغور يتعرضون لقمع هويتهم، والصين قد ابتلعت التبت ونجحت في تصيينها رغم مطالب الزعيم الروحي للتبت الدلاي لاما باستقلال بلاده. ومع أن جل اهتمام العالم ينصب على النهوض الاقتصادي للصين، فإن الاعتبارات الاستراتيجية تشغل بال الزعيم الصيني تشي جينغ بينغ، ولا سيما مع تصاعد نبرة التحديات التي توجه إلى الصين من واشنطن في أعقاب انتشار الوباء الذي يسميه دونالد ترامب بالفيروس الصيني. الصين جادة في تمويل إنشاء عدة موانئ في البلدان المجاورة، وجادة في بناء أسطول. ويظل أمام الصين مضيق ملقى بين ماليزيا وإندونيسيا حائلاً دون التمدد استراتيجياً في المحيط الهندي، وحتى على المحيط الهادئ الذي لها عليه إطلالة كبيرة، فهي لا تجد النفاذ سهلاً، هذا في حال نشوء نزاع كبير. السبب وجود نطاق من الجزر ومواقع راسخة للأسطول الأمريكي السابع. وقد بنت الصين بعض الجزر لأغراض استراتيجية، ورغم صيحات الاحتجاج العالية فإن قيمة هذه الجزر المحدثة لا تتعدى الرصد. فأما خطوط التمويل الحقيقية لأسطول كبير فلا بد أن تكون على البر الصيني. تصنيع الأشياء بأيد عاملة رخيصة وبيعها للعالم رخيصا يوفر للصين قوة الكاش، ولكن هذا وحده لا يصنع دولة عظمى، لا بد من أسطول ومن زمن قد يطول.